بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله تحت العنوان Using the Font Formatting Options. هنتكلم يا جماعة عن الفونت فورماتنج. أنا أدرجت التكست بوكس يا جماعة وكتبت فيه بسم الله الرحمن الرحيم كلامنا كله عن البالتة بتاعت التاب بتاع الفونت ده يا جماعة. طبعا أنا عملت سيلكشن يا جماعة، ممكن بأختار في من مجموعة الخطوط اللي هي أوريدي موجودة عندي، والجانب ده بيرجع للديزاينر. أنت المفروض يكون عندك طبعا مجموعة من الخطوط المختلفة، وكل خط انت بتوقف عليه بيبتدي يحصل له بريفيو كالعادة من مجموعة الاوفيس. ونفرض ان اخترت الخط ده، اوكي. الجانب اللي بعد منه انت ممكن تمنتج على الحجم بتاع الخط بتاعك، بعد منه طبعا ممكن تبتدي تختار تعمل انكريزنج للخط او ديكريزنج جنب منها. الاداة دي طبعا بتبتدي تلغي لك التنسيق خالص، بتبتدي تعمل كلير للفورمات. طبعا عامل كنترول مع زد، بي فور بولد، اي فور ايتاليك، يو فور اندرلاين، او الكلام ده فور لو كنت عايزها تبقى سترايك ثرو. بعد منها ممكن تتحكم في السبيسنج ما بين الكلمات. طبعا بعد منها ممكن تبتدي تمنتج على الحروف كلها كابيتال او كلها سمول، الكلام ده طبعا في اللغه مش في العربيه، في الانجليش. الجانب ده كان خاص بالتكست هايلايت. طبعا يا جماعه الهايلايتيشن لو انت كنت عايز تعمل هايلايتنج لنص معين. الجانب اللي بعد منه كان خاص باللون يا جماعه، ممكن تختار لون معين للنص بتاعك الاماميه. طبعا ده خاص بالسبيلنج تشيك طبعا في، وقلنا ان البرنامج برضو مش داعم للجانب اللي هو كان خاص باللغه العربيه، هو حتى مش عارف ايه الكلام اللي انت بتكتبه له ديت يعني. بالاخير انا ضغطت على الرمز ده فعمل اكسباندنج للفونت بوكس بتاعي. طبعا الخط، البولد، الحجم، اللون الاماميه، الهايلايتنج، الافكتات بتاعك، السبيسنج بتاعتك باي قيم معينه. انت ممكن طبعا تمنتج على ديت وتمنتج على الشورت كاتس الموجوده من بره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.